السلام عليكم. مباراة الجزائر ضد جنوب أفريقيا اليوم. تابعوا اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم من كل جديد، ولاستمر معكم البث بدون تقطيع. ارتفعت عمليات البحث من قبل الجماهير العربية والإفريقية لمعرفة موعد مباراة الجزائر وجنوب أفريقيا، حيث من المقرر أن يستضيف ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر المواجهة النارية المرتقبة والتي ستجمع بين منتخب الجزائر وجنوب أفريقيا، والتي ستقام اليوم ضمن المباريات الودية للمنتخبين استعدادا لبطولة أمم أفريقيا القادمة، وهي من ضمن المباريات التي يسعى فيها المنتخب الجزائري إلى الفوز بها من أجل الاستعداد بشكل قوي للبطولات القادمة، وذلك في ظل خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول في بطولة أمم أفريقيا الماضية. وعن تشكيلة المنتخب الجزائري المتوقعة المباراة في اليوم، في حراسة المرمى منجرية، في خط الدفاع يوسف عطال وريان كوري ومحمد جوجاي وعيسى مندي، في خط الوسط نبيل بن طالب وحسام عوار وأحمد القندوسي، في خط الهجوم محمد أمين عمورة وبغداد بنجاح بدر الدين طالب. أتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري ومشاهدة ممتعة لحضراتكم. ارجو اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم من كل جديد، ليستمر معكم البث بدون تقطيع.